على حسب ما نفتكر هي أكتر رواية مثيرة للجدل في تاريخ الأدب العربي كله، وأكتر كاتب تم اتهامه بالكفر والإلحاد برضه ما بين الكتاب العرب كلهم. أكيد أنا بتكلم هنا عن رواية أولاد حارتنا من تأليف العالمي نجيب محفوظ، وفي الفيديو ده هنتكلم هل فعلا نجيب محفوظ كافر؟ هل فعلا نجيب محفوظ ملحد وأنكر وجود الله؟ هل فعلا في الرواية دي نجيب محفوظ أهان الرسل؟ كل ده هنتكلم فيه في الفيديو ده. مشروبك السخن واللذيذ بقى في إيدك، واستخدم الفيديو ده على إنه بودكاست كده ومش لازم تبص للشاشة. لكن قبل ما نتكلم في اي حاجة عن رواية اولاد حارتنا، محتاج اقولك ان الرواية ملهاش تفسير واحد واضح وصريح هو ده معنى الرواية واللي كان يقصده نجيب محفوظ، لكن كل شخص فعلا هيقرأ الرواية هيفهمها من دماغه هو ومن منظوره هو. فبالتالي كل الكلام اللي هيجي في الفيديو ده من وجهة نظر انا، من طريقة فهمي انا لاحداث الرواية واللي انا فهمته يعني بعقلي. قد تكون انت قريت الرواية ورأيك فيها مختلف تماما عن الرأي اللي انا هقوله، وقد تكون برضو سمعت حد تاني بيقول عكس كلامي، وده فعلا لان الرواية ممكن تتفهم بكذا شكل ممكن حسب دماغ الشخص اللي بيقراها. خلينا في الاول نتكلم عن ملخص احداث رواية اولاد حارتنا. بتحكي رواية اولاد حارتنا عن الجبلاوي، وهو راجل غليظ الطباع وشديد الغضب، لكنه على مقدار غضبه السريع ده والشديد فهو شديد الرحمة برضه. كان عنده 5 اولاد، اكبرهم هو ادريس واصغرهم هو أدهم، والتلاتة اللي ما بينهم هم عباس ورضوان وجليل. كان بيت الجبلاوي ده بيت عظيم وكبير جدا، وليه حديقة رائعة مليانة روايح ذكية وأي حد بيشوفها بيتبسط. والجبلاوي بقى أسند إدارة الوقف ده أو البيت ده أو أموال الجبلاوي يعني لابنه الصغير أدهم، وساب إدريس الابن الكبير من غير ما يطلب منه إدارة أي حاجة أو يكون مسؤول عن أي حاجة، وده طبعا اللي خلى الابن الكبير إدريس يثور على الأب ويغضب لأن هو طبعا مش راضي بكده، فطردوا الجبلاوي من البيت وإدريس راح يقعد في الخلاء في صحراء المقطم. وفي اثناء اداره ادهم للوقف راح له تاني ادريس وتظاهر ان هو ندمان على اللي هو عمله ونفسه يرجع تاني للبيت الكبير، وطلب من ادهم ان هو يتسلل او يدخل كده من غير ما حد يشوفه لاوضه ابوه الجبلاوي ويقرا الوصيه بتاعته عشان يشوف كتب ايه لكل ابن فيهم وهل لسه ادريس ليه نصيب في الميراث بعد اللي حصل ولا لا. وادهم كان رافض في البدايه، لكن زوجته اقنعته ان هو يعمل اللي هو عمله ده، فالجبلاوي يطرد ادهم واميمه مراته من البيت عشان يقعدوا جنب ادريس في الخلاء او في الصحراء. وادهم بعدها انجب طفلين من اميمه هم ادري وهمام، وكان همام راجل طيب ولين كده، لكن ادري كان بيكن ليه كل الحقد والكراهيه. وبتتوالى الاحداث، ومن كتر الغل والحقد ادري بيقتل همام وبيدفن جثته، وكان ادري على علاقه ببنت عمه ادريس اللي كان اسمها هند واتجوزها وانجب منها اطفال. ومن احفاد ادهم وادريس نشات الحاره اللي احداث الروايه بتدور فيها، واللي بتبدا من عند بيت الجبلاوي لحد الجمالية. ودي كانت قصة أدهم. أما قصص بقى جبل ورفاعة وقاسم فهي بتمثل الأنبياء الثلاثة موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، والموضوع مش محتاج فقاقة قوي يعني عشان تفهم إن كل واحد فيهم رمز لكل نبي من دول. فجبل اتربى في بيت عدوه اللي كان حضرة الناظر في الرواية، وبعد فترة اتمرد على ظلم حضرة الناظر ده ورجع للحياة مع أهله الفقراء، بالرغم إن مرات حضرة الناظر كانت بتحب جبل وهي اللي طلبت أصلا إن حضرة الناظر يربيه في بيتهم. وجبل هو الوحيد في اولاد الحاره اللي قدر يسمع صوت الجبلاوي ويكلمه في الصحراء لكنه ما شافهوش. وطبعا القصه مليانه برمزيات كتير وكتير تانيه، وانت اكيد هتلاحظها وانت بتقرا الروايه. اما رفاعه كان راجل طيب بيهتم بعلاج الناس ويشفي امراضهم ويخرج الجن والعفاريت منهم كمان، وكان بيكره الفتوانه ومش شايف ان هي حل، فالفتوات قتلوه لما حسوا ان هو ممكن يهدد مناصبهم وفلوسهم. وبعدها يقال ان الجبلاوي دفنوا بايده في حديقه بيت الجبلاوي الكبير ده، وبيقال برضو ان هو قبل ما يموت الجبلاوي يكلم رفاعة من ورا سور. اما القصة الرابعة وهي قصة قاسم، فهو اتولد يتيم وعمه زكريا هو اللي رباه، وكان راعي غنم بسيط، لكنه اتجوز من ست غنية اسمها الست قمر، واصبح مسؤول عن تجارة الست قمر دي، وخلف منها بنته احسان، وبعدين قمر اتوفت، وقاسم كان بيحب مراته الست قمر جدا. المهم ان بعدها الجبلاوي بعت الخادم بتاعه لقاسم، والخادم ده كان رايح عشان يوصيه ان هو يقضي على الفتوات وعلى الناظر، وانه يوزع الفلوس على الناس وعلى الحارة كلها بالتساوي، الكبير زي الصغير زي الغني زي الفقير. وقاسم نجح في المهمة اللي هو اتكلف فيها من الجبلاوي دي بعد ما خرج من الحارة، وابتدى يدعو اكبر قدر من الرجالة ان هم ينضموا ليه، ورجع بيهم عشان يقاتل الفتوات تاني وينتصر عليهم، واتجوز اخت صاحبه صادق الصغيرة وكان اسمها بدرية، واتجوز واحدة تاني من اهل رفاعة وواحدة من اهل جبل عشان يكون كده صالح كل الناس على بعضها. اما اخر قصة وهي قصة عرفة، وعرفة ده مجهول النسب، محدش عارف هو ابن مين ولا جه منين، وهو في الروايه كان ساحر بيؤمن بان السحر ده بيعمل الاعاجيب، وباستخدامه ممكن الحاره تتخلص من
اي حاجة وحشة، وكان نفسه في الخير لكل ابناء الحارة دي ونفسه يعلمهم السحر. ولما بتقرأ في القصة اكتر وتتعرف على عرفة اكتر بيبتدي يشك في وجود الجبلاوي نفسه، وازاي اصلا شخص ممكن يعيش كل الفترة الطويلة دي. فقرر ان هو يتسحب كده ويدخل البيت الكبير بالليل عشان يقابل الجبلاوي ويسأله عن سبب ان هو بعد عن الدنيا وما بيخرجش من بيته، وليه سايب احفاده في الحارة بيخضعوا لظلم الناظر والفتوات. وفي خلال ما هو بيحاول ليوصل للجبلاوي كان في خدم من خدام الجبلاوي يحاول ان هو يعترض طريقه ويمنعه انه يوصل للجبلاوي، فاضطر عرفة ان هو يقتل الخادم ده وبعدين يهرب من البيت. وتاني يوم الصبح الناس عرفت ان الجبلاوي مات، وبتقال ان هو مات حزنا على وفاة الخادم ده اللي اتقتل امبارح بالليل، واللي كان بيحبه جدا وكان خادم مخلص جدا للجبلاوي. وطبعا عرفة لما عرف ندم جدا وزعل وحس ان هو السبب في موت الجبلاوي، وكان بيتمنى ان السحر يتقدم لدرجة تخليه يقدر يعمل اي حاجة عشان يرجع الجبلاوي للحياة تاني، لكن هو طبعا ما كانش يعرف يعمل كده. وفي احداث الرواية عرفة كده بيشوف حاجة ما بيقدرش يحدد اذا كانت هي كانت حلم ولا حقيقة، ولا هو كان نايم وصاحي في نفس الوقت، وهو ان واحدة من خادمات الجبلاوي ست كبيرة قابلته وقالت له ان الجبلاوي مات على ايديها، وكان بيوصيها ان هي تقول لعرفة ان جده مات وهو راضي عنه. ودي كلها كانت ملخص احداث اولاد حارتنا اللي هي 584 صفحة. اما بقى عن رأيي انا الشخصي في الرواية، وزي ما قلت لك ده رأيي انا، واي واحد هيقرأ الرواية هيفسرها برأي مختلف على مزاجه. على فكرة نجيب محفوظ تم تكفيره واهدار دمه، وهو فعلا اتعرض لمحاولة اغتيال لكنها فشلت وقدر ينجو منها، لانه اتقال ان هو جسد الذات الارهية في هيئة بشر وصور الرسل والانبياء واهانهم والكلام ده كله. اما انا بقى الصراحة فشايف ان الغاية تبرر الوسيلة، فانا شايف ان هو كان لازم يعمل كده عشان يقدر يوضح وجهة نظره. والحبكة كلها اصلا والمغزى من الرواية بتتمثل في القصة الاخيرة اللي هي عرفة، والقصص الاولانية اللي هي واخدة اصلا 3 ارباع حجم الكتاب نفسه او اكتر، اللي هي كانت بتتكلم عن الجبلاوي وادهم وجبل ورفاعة وقاسم والناس دي، كلها كانت عبارة عن تمهيد وانه يهيئ دماغك بس ان انت تقرأ قصة عرفة وتفهم هو يقصد يقول ايه. ومش شايف خالص بصراحة ان نجيب محفوظ كان يقصد اي اهانة للدين او للرسل. وفي القصة الاخيرة بقى قلت لك ان عرفة ده كان ساحر، وكان مؤمن ان السحر هو فيه الحل الوحيد لاي حاجة، وانا شفتها ان السحر ده هو رمز واضح جدا للعلم، وان العلم هو السبيل الوحيد للخلاص من اي حاجة وحشة. اما بقى عن حكاية الجبلاوي والخادم بتاعه دي، فانا شفت ان الجبلاوي مش رمز لله، هو رمز للدين نفسه، والخادم اللي عرفة قتله ده هم رجال الدين، وموت الجبلاوي بعد موت الخادم ده هو اشارة ورمز لان الناس شبه عبدوا رجال الدين بدل ما يعبدوا ربنا لوحده. فلما سقط رجال الدين وظهروا على حقيقتهم، الدين مات في قلوب الناس اللي هو الجبلاوي، لانهم ما تمسكوش بعبادة الله نفسه بل تمسكوا برجال الدين. ونقدر نقول ان كوجهة نظر بقى مجملة نجيب محفوظ كان عايز يقولها من خلال احداث رواية اولاد حارتنا، هو ان مفيش حياة من غير دين، ومفيش حياة برضو من غير علم، فالحياة تستمر بالعلم والدين مع بعض، وما ينفعش ان بعض الناس تحاول ان هي تنصر واحد فيهم على التاني، سواء العلم على الدين او الدين على العلم. وبتتضح هنا بقى بالنسبة لي وجهة النظر دي قوي لما الجبلاوي مات وقال ان هو راضي عن عرفة، وعرفة ده العالم رجل العلم. ولما عرفة كمان مات الناس ابتدوا يحبوه ويقدروه وعرفوا ايه اللي هو كان قاصد يوصله، وامنوا ان لابد للظلم من اخر ولليل من نهار، ومش هيحصل كده ان الظلم يتمحي والليل يجي مكانه نهار غير بالعلم والدين مع بعض. وبس كده، ده كل الكلام اللي انا كنت حابب اقوله عن رواية اولاد حارتنا. وياريت انت كمان بقى لو قريت الرواية تنزل دلوقتي في الكومنتات وتقول لي انت كمان ايه وجهة نظرك. هل انت شايف ان نجيب محفوظ كافر وملحد وبكل حال من الاحوال ما كانش المفروض يعمل اللي هو عمله ده، ولا انت معايا مثلا في وجهة نظري، ولا انت مع وجهة نظر تالتة خالص شايفة الرواية من منظور تالت؟ كل ده حابب اعرفه منكم في الكومنتات تحت الفيديو. وبس كده، ياريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك من تحت الفيديو. وبس كده، سلام.